قارب وحيد في بحر عظيم، رحلة ملحمية في قلب العاصفة. تعيد جوهرة مسقط الحياة لعبور عمره 1200 سنة. الرحلة وصفة لمغامرة. تحطمت العارضة بأكملها أو كارثة. هناك قوة من العناصر تسود السماء فوق المحيط الهندي. الرياح الموسمية، رياح تهب في مواسم محددة قادرة على توليد زوابع برياح بسرعة 120 كيلومترا في الساعة وأكثر، تجلب الأعاصير الموسمية الحياة بمنحها الأمطار للمنطقة. ولكن بالنسبة إلى البحارة، قد تكون الأعاصير الموسمية نذير الموت. تواجه جوهرة مسقط وهي قارب خشبي بطول 18 مترا الرياح العاتية. طاقم مركب من البحارة وعلماء الآثار والمؤرخين يخاطرون بحياتهم وأرواحهم في رحلة مذهلة. سيتبعون طريقا تجاريا قديما يمتد 5000 كيلومتر ويربط الجزيرة العربية بالهند والشرق الأقصى. وجهتهم النهائية هي سنغافورة. استلهمت سفينة جوهرة مسقط من حطام سفينة. في عام 1998 اكتشف غواصون بقايا سفينة بضائع يعود تاريخها إلى القرن التاسع. كانت تحتوي على ثروة من الخزفيات والذهب، وكان الكنز صينيا، إلا أن السفينة نفسها بدت عربية. وبعد 10 أعوام لاحقة على شاطئ في عمان، بدأ العمل على إعادة بناء السفينة باستخدام تقنية قديمة. تم ربط هيكل السفينة بالكامل بالحبال المصنوعة من ألياف جوز الهند، واستغرق بناء السفينة عاما كاملا. وبكل بساطة فإنها سفينة فريدة. والآن في مرفأ بالقرب من مسقط عاصمة عمان، يقوم الطاقم بتحضيرات نهائية من أجل المغادرة. يملك ربان السفينة جوهرة القبطان صالح الجابري 25 عاما من الخبرة في الإبحار. تعلمت أشياء كثيرة منذ ذلك الوقت، الشعور على سطح السفينة والشعور بالبحر، رائحة الريح نفسها واتجاهها. خبرتي بهذه الأمور ازدادت بمرور الوقت. سيستغرق الجزء الأول من الرحلة شهرا، وعندما تصبح السفينة جوهرة في البحر ستكون لوحدها. لذا يواجه طاقم السفينة مهمة تحميل لائحة طويلة من المؤن، 3 أطنان من الماء العذب، 100 كيلو من البصل، 20 كيلو من البطيخ. ولكن المساحة محدودة، ويعود الأمر إلى مساعد القبطان ليرتب المخزون. لدينا مكان لتخزين الطعام هنا، الطعام الجاف في الأسفل، البيض والزيوت والحليب للشاي، الأطعمة المعلبة والخبز والتمر العماني. تقدم الرحلة فرصة فريدة للمؤرخين وعلماء الآثار الذين على متنها للعودة إلى الماضي. نريد أن نجري بحوثا علمية عديدة، أشياء كثيرة لم تتم من قبل. إنها حقا مختبر عائم، بإمكاننا اختبار الحياة على متن السفينة. سنحاول النوم على سطح السفينة كما فعلوا، سنحاول أن نأكل كما كانوا يأكلون، ومعالجة المواد والطبخ كما فعلوا، وجميع الأمور المماثلة. انتهت التحضيرات أخيرا، وستغادر السفينة في الصباح. هل الجميع مستعدون؟ إن شاء الله. مستعدون للمغادرة غدا بإذن الله؟ إن شاء الله. ممتاز. إن سارت الأمور بشكل جيد، سيغيب أفراد الطاقم عن عائلاتهم وأحبتهم لمدة شهور. ولكن إن حدثت مشاكل، فقد لا يرون وطنهم مجددا.
سألني أبنائي عن وجهتي وأجبت سنغافورة، فسألوني بما، فأجبت بواسطة سفينة. وكيف هي السفينة؟ فعرضت عليهم صورة لها، فقالوا نريد أن نأتي معك، فأجبت للأسف أود اصطحابكم ولكن ليس هناك فرصة. حتى بحار محنك كالقبطان صالح يجد صعوبة في المغادرة. عندما أحزم متاعي وأعلم كبحار أنني مغادر، ربما تكون هذه الرحلة الأخيرة، فالمرء لا يعلم أبدا إن كان سيعود إلى بيته وعائلته أم لا. سبق ووعد صالح عائلته ألا يعود إلى البحر مجددا. بعد 5 أو 6 رحلات، تستغرق كل رحلة 6 إلى 7 أشهر، هذه حياة صعبة للغاية. قلت إني لن أقوم بهذا مجددا، لكنني فكرت في الأمر وقررت أن أنهي وظيفتي بهذه الرحلة البحرية التي فيها موروث عمان. لدينا من يقوم بالأمر في عمان. تفضيل الرحلة على عائلته عنا حوارا موجعا مع أمه. لذا في النهاية قالت أمي: حسنا، ولكن ابق قريبا من الله دائما، وسندعو لأجلك، وهذه آخر رحلة تبحر فيها. يوم الرحيل. كبار وزراء الحكومة وأفراد من العائلة الحاكمة العمانية موجودون لتوديع السفينة جوهرة. من تجارب اكتساب المهارات من تجارب الشعوب وثقافاتها المتنوعة. السفينة هي هدية من السلطان لشعب سنغافورة. ألقيت خطابات وتم تبادل الهدايا، والآن حان وقت الرحيل. لم يبحر أحد بسفينة كهذه منذ قرون. ستتبع السفينة جوهرة مسقط طرق التجارة القديمة التي قطعها البحارة العرب قبل 1000 عام مضت. بسحبها نحو البحر سرعان ما ستخلف السفينة جوهرة الحشود المهللة وراءها، ويمتد أمامها أكثر من 5000 كيلومتر من البحر المفتوح. الخطة هي الإبحار من عمان إلى سنغافورة على مراحل. المرحلة الأولى هي عبور حوالي 2500 كيلومتر إلى مرفأ كوتشين في كيرالا جنوب الهند، فيما تدخل سفينة المياه الدولية تزداد سرعة الرياح، ويعطي القبطان صالح الأوامر. يرتفع الشراع الرئيسي لأول مرة في الرحلة، وكما في القرن 9 فإنه مصنوع يدويا من القماش. تبلغ مساحة الشراع الرئيسي 81 مترا مربعا، أي نصف حجم ملعب كرة طائرة. وبوجود الأوتاد الخشبية التي تحمله، فإن وزنه يزيد على 150 كيلوغراما. لدينا فقط هذه الأوتاد الثقيلة لخفضه أو رفعه. نحتاج إلى عضلات وأشخاص أصحاء أقوياء لرفع الأشرعة.
يعني الصاري الثاني شراع المزن، وتعني كلمة مزن بالعربية التوازن، وهو شراع أصغر من الشراع الرئيسي ويساعد المزن على توجيه السفينة. ويظهر الفرق بين تكنولوجيا الإبحار الحديثة والقديمة جليا عندما تبحر سفينة حديثة بشراعين إلى جانب السفينة جوهرة. السفينة ذات الشراعين كما ترون الآن خفيفة للغاية، يسهل رفع شراعها، ربما تحتاج إلى شخصين فحسب بوجود الرافعات وكل الأنظمة المماثلة. بإمكان رجل واحد أن يقوم بعمل 8 أشخاص على السفينة ذات الشراعين في وقت قليل. قد يكون التصميم قديما، ولكن أداء السفينة جوهرة ممتاز. نحن نقود حمولة 50 طنا من السفينة بالإضافة إلى الأشخاص. هذا رائع، رائع بحق. في مختبر في بريطانيا يقوم توم بازمر باختبار الإبحار. اختار رافعة مربعة بناء على مخطوطات مرسومة من تلك الفترة. هذا كل ما لديه ليعتمد عليه. ليس لدينا دليل أثري على الرافعة حتى مما عرفناه من هيكل السفينة من موقع الحطام نفسه. ما زال أمامنا الكثير من المجهول والكثير لنفهمه، لذا هذه فرصة لنتعلم ما يمكن أن نتوقعه من السفينة وما لا نتوقعه منها على ما أعتقد. يظهر نفق الرياح جودة أداء السفينة. فيما تلتف الرياح حول طرف السفينة الأمامي فإنها تخلق قوة حمل تولد قوة تدفع القارب إلى الأمام. والتحكم بالقوة الناجمة عن الريح مهمة موجه دفة السفينة. الرجل الذي يتولى هذا الموقع يراقب باستمرار ما تفعله الريح ومقدار هبوب الشراع إلى الداخل والخارج. للعثور على الريح يجب العثور على مجموعة من الدلالات عليها. نستخدم أشياء كثيرة، الأمواج والريح نفسها، ربما العلم والشعر الحساس في مؤخرة الرأس. هذا يمنحنا وجهات عديدة. ولكن بغض النظر عن مدى تنبه البحار، فإن بإمكان الرياح أن تجلب مفاجآت غير سارة. بانتهاء الأسبوع الأول أصبح الطاقم يتبع روتينا معينا. عيش الحياة بأسلوب القرن 9 يفرض تحديات فريدة. المكان في الأسفل ضيق، فيما يفرض الانتقال من مكان إلى آخر على سطح السفينة المشي بحذر. أولاً انتبه لرأسك حتى لا تصطدم بالعارضة، ولا تنزلق على الحبال ولا تتعرقل بها، لا يوجد مكان آخر لها. بالتقدم عبر متاهة الحبال هنا حاذر ألا تصدم قدمك بالعارضة وألا تصطدم بالقطعة السفلى لصار الشراع الخلفي أسفل العارضات عبر هذا المكان. والآن بإمكاننا التقدم إلى الأمام نحو مقدمة السفينة عابرين بجانب الشراع الرئيسي هنا. مجددا لدينا عارضة هنا، عليك الانتباه إلى قدمك هنا، ثم يوجد وتد هائل للشراع الرئيسي، عليك الانتباه له جيدا. نحن الآن في مقدمة السفينة، نحاور الحبال والسلاسل والمراسي الفولاذية المطلية بطبقة من الزنك. ربما يكون هذا أخطر جزء من السفينة، وهو كذلك بسبب الارتفاع المنخفض للوتد، لذا نحاول دائما خفض رؤوسنا قدر المستطاع. يجب علينا أن ننتبه. ولكن العيش على طريقة القرن 9 له متعته وميزاته كما له مخاطره. كل هذا من القرن 9. أجل، ندعو هذه في لغتنا المحلية جاشا، سمك مجفف، توابل فلفل حار هكذا، ونخلطها معا. تناولها، إنها خاصة جدا. هيا، لذيذة جدا، لذيذة جدا. في العادة يحصل الطاقم على وجبتين فقط في اليوم ويتناولونها بالطريقة التقليدية، أطباق مشتركة وباليد اليمنى.
ولكن العمل لا يتوقف لأجل وقت الطعام. على مدى آلاف السنوات اهتدى البحارة بالنجوم لتحديد الاتجاهات، والآن المؤرخ إريك ستيبلز والقبطان صالح يقومان بالمثل. أراها فوق الدب الأكبر مباشرة. يستخدم صالح أداة ملاحة عربية قديمة تعرف بالكمال، ويعمل الكمال على قياس المسافة بين النجوم المعروفة كالنجم الشمالي والأفق، والعقدة في الخيط تعطي البحارة موقعا. ربما لا تكون دقيقة 100%، ولكنها تساعد على تحديد الوجهة. وباستخدام الكمال يأمل إريك أن يلقي الضوء على الطريقة التي عبر فيها قدام العرب المحيط. أقوم بالتسجيل كل ليلة حتى يكون لدينا سجل كامل بخطوط العرض للمواضع إن شاء الله. إن شاء الله. هذا ممتاز، ممتاز. الرياح الموسمية التي تدفع السفينة جوهرة تتألف من ريحين تهبان باتجاهين مختلفين في أوقات مختلفة من العام. الفكرة هي ركوب واحدة للحاق بالأخرى، والبراعة هي في الوصول إلى موقع تغيير الاتجاه في الوقت. وحتى الآن تسير السفينة جوهرة وفق الموعد المحدد. كان أمس أحد أفضل أيام الإبحار منذ أن غادرنا من 10 وحتى 10، أي مسافة 92 ميلا بحريا، وهذا جيد جدا. مضى 20 يوما على الرحلة، وقطعت السفينة جوهرة مسقط أكثر من 2000 كيلومتر عبر المحيط الهندي. ولكن القبطان قلق، فالسفينة ستسير بمحاذاة طرف منطقة ذات ضغط عال تمتد مئات الكيلومترات. في الوسط تكون الرياح خفيفة ومتقلبة أو حتى لا وجود لها. بإمكان هذه المنطقة أن تكون متقلبة باتجاهات مختلفة، لكننا نحاول تجنب ذلك قدر المستطاع بالاتجاه شمالا، ومن هناك نتجه للأسفل. يراهن صالح على استخدام الرياح على حافة النظام الجوي لحمل السفينة جوهرة إلى الساحل، ويخسر الرهان. فقد توقفت السفينة على بعد 10 درجات شمال خط الاستواء. خسرنا يومين في نفس المكان. أحيانا تهب الريح بقوة 6 أو 7 عقد أو 8 عقد، وأحيانا 0، لا شيء. وترتفع درجة الحرارة على سطح المركب. أصبح الطقس حارا جدا، والطاقم أصيب بالتعب الشديد. أسفل سطح السفينة بدأت تنبعث رائحة البيض الفاسد الكريهة من المخزن، غاز كبريتيد الهيدروجين الناجم عن نمو البكتيريا في مياه البحر المحتجزة في المخزن. وتأتي طرق القرن 9 لإنقاذ الطاقم. لا يتخلص البخور من الغاز، ولكنه يخفي الرائحة. ونستخدم هذا للتخلص من الحشرات. إنه كالمبيد الحشري، ولكنه برائحة جميلة. السفينة تصدر صريرا، بالإمكان سماع صوت الماء يضرب الهيكل، وخلال أوقات كهذه أشعر أني عدت بالزمن إلى الوراء، وكأنما السفينة جوهرة مسقط هي آلة زمنية. مضى على وجود السفينة جوهرة في مياه البحر 3 أسابيع، وما زالت الرياح هادئة،
وبالمشارفة على التأخر عن الجدول الزمني للسفينة، يتخذ القبطان صالح قراراً. سيحتاجون إلى المساعدة حتى تتحرك السفينة. إلى خفر السواحل الهندي، معكم السفينة جوهرة مسقط. بسبب هذا اتخذت قراراً بسحب السفينة. يقوم خفر السواحل الهندي بقطر السفينة جوهرة، وبعد مضي 24 ساعة وشهر على الإبحار من عمان، تصل مرفأ كوتشين في الهند. تعد اليوم هذه المدينة مفعمة بالحياة لمليون ونصف المليون مواطن. كانت كوتشين فيما مضى محطة توقف رئيسية على طريق التجارة الشرقي الغربي القديم، وكانت التوابل والأقمشة والخزفيات تعبر هذا المرفأ، وما يزال موروث المدينة العربي واضحا إلى يومنا هذا. كان الطاقم مأخوذا بالاستقبال بعدما وطأت أقدامه اليابسة أخيرا بعد قضاء 20 يوما في البحر. أشعر بالسعادة وأنا متفاجئ جدا بهذا الترحيب في كوتشين. الإعلام والعامة والسياسيون وأصحاب المقام الرفيع، الجميع يريد رؤية السفينة جوهرة، ويحتمل القبطان صالح وأفراد الطاقم المنهكون ذلك بلباقة. نحن سعداء جدا. سعداء جدا. أثناء هذا الوقت تقبع السفينة جوهرة في الانتظار. لوكا بلفيروتي مدير موقع إنشاء المشروع وتوم فوزمر وصلا بالطائرة من عمان، وهما متشوقان لفحص السفينة فحصا دقيقا. أخذ مضي شهر في البحر مأخذه، فهيكل السفينة بحاجة إلى الإصلاح. هذه طحالب تنمو هنا، هذا طبيعي جدا. عندما نقوم بسحب السفينة سينقشر كل هذا. إحضار السفينة إلى الشاطئ هو عمل فيه مخاطرة. الخطة هي جرها عبر ممر زلق خارج الماء. هذه 3.5 أمتار وقاربنا 6.5 أمتار. حسنا. سيكون لديك 1.5 متر آخران على كل جانب. عادة يقوم عمال الممر الزلق بالتعامل مع سفن فولاذية ضخمة، ولكنهم لم يروا سفينة كهذه من قبل. ولكن أتعلمون، لا يمكن لسفينتنا أن تتحمل الوزن لأن الحياكة آخذة في الانفلات. حسنا، انظر إلى هذه. سيحتاج الموقع إلى تحضيرات خاصة. سيكون عليهم جرف الممر الزلق قبل أن نتمكن من الصعود عليه، لأنه مليء بالقاذورات وهو مقرف للغاية. لكنهم قالوا أنه سيكون عليهم تنظيف كل هذا. لا أدري كم سيستغرق ذلك. تأخرنا عن الموعد المحدد بيومين. يفكر توم بأسلوب آخر، استخدام حوض جاف. والفكرة هي أن السفينة سترسو على هذه الكتل فيما يتم تفريغ الماء. ولكن سطح السفينة ضخم والكتل من الفولاذ، كل هذا لا يبدو ملائما مع سفينة رقيقة من القرن 9. هناك مجهول كثير في هذا. لا يمكننا أن نرى ما يحدث للسفينة فيما يتم ضخ الماء إلى الخارج. لا يمكننا أن نرى كيف ستستقر أسفل الكتل. يجب أن نكون متأكدين تماما من أن هذا سينجح، لكننا لسنا كذلك. وبمشارفة الوقت على النفاد لا يبقى لديهم خيار، ولذا يقررون المتابعة. يتم صب أكثر من 5 ملايين لتر من الماء على السطح، وعلى مدى 90 دقيقة مثيرة للأعصاب تنساب السفينة جوهرة إلى الداخل، ويعمل الماء الضحل على حجب الرؤية. يريد الرئيس أن يعرف المسافة بين قاع الرافدة وحاجز الرافدة. ليس لدي فكرة، فالرؤية مستحيلة. أخيرا تستقر سفينة جوهرة بأمان.
الآن بإمكان العمال الهنود أن يقوموا بقشط الهيكل وإضافة تشونام، وهي طبقة لحماية الهيكل مصنوعة من دهن الماعز والليمون. طبقة تشونام على القاع لا تمنع اتساخ السفينة، فهي لا تمنع الأشياء من الالتصاق. الشيء الوحيد الذي تفعله هو أنها تجعل عملية قشط العوالق أسهل. بانتهاء عملية الإصلاح حان وقت الإبحار مجدداً، ولكن هذا الأمر كلفهم وقتاً حيوياً. فيما يغادر أفراد الطاقم كوتشن متأخرين عن الموعد المحدد يتساءلون ماذا تخبئ الريح لهم. المرحلة الثانية من الرحلة هي إبحار قصير لمسافة 600 كيلومتر نحو مدينة جول في سريلانكا. ولكن بعد مغادرة كوتشن بأربعة أيام وبعيداً عن ساحل جنوب الهند، تداهم الطاقم عاصفة مفاجئة. ويسمعون صوت تصدع عال، هناك خطب ماء. ويكشف الفحص عن شق يصل إلى نصف صار الشراع الرئيسي. وبعد أن تهدأ العاصفة يرتجل الطاقم ويستخدم قطعة خشبية مؤقتة لتوصلهم إلى سريلانكا. لدى وصولهم إلى جول يتم اتخاذ قرار سيستبدل كلا الصاريين كخطوة احترازية. يقود لوكا بيلفيرتي فريقا في عملية بحث محمومة في غابات الساج في سريلانكا. عليهم أن يعثروا على شجرتين مناسبتين وأن تكون كل واحدة فيهما مستقيمة وبطول 17 مترا على الأقل. وبما أن الجزء الأصعب من الرحلة ما زال أمامهم، فلا يمكن الرضا إلا بالأفضل. جوهرة مسقط هي أفضل مركب تم بناؤه، لذا أنا لا أريد أن أقول حسناً لا بأس بهذا، أريد شجرتين رائعتين وحسب. بعد رحلة متعبة استغرقت 3 أسابيع، يعتقد أنه وجد أخيراً الأشجار المناسبة. هذه مثالية، أعني أني لم أرى شجرة بهذا الجمال في حياتي كلها. أخيراً ستحظى السفينة جوهرة بصاريين جديدين. وبعد أن تم إصلاحها وتزويدها بالمؤن، باتت السفينة الآن جاهزة للإبحار في رحلتها التالية لمسافة 2200 كيلومتر إلى جزيرة بينانغ في ماليزيا. مضى على رحلة السفينة جوهرة 3 أشهر، والتأخير يعني أنها ستبحر في أكثر فترة يصعب فيها التنبؤ بالرياح الموسمية. ويعرف القبطان المخاطر. أجل، سيكون هذا عبوراً أكثر خطورة وصعوبة بسبب الأمطار، ولأن الظروف الجوية متقلبة في هذه المنطقة، وسبق وأن بدأت الرياح الموسمية قبل 10 أيام تقريبا. المزاج السائد هو الكآبة. ودع الطاقم جول كجنود عشية المعركة. وعندما أصبحوا في البحر، رفعت الرياح أمواج المحيط
إلى 4 ثم 5 أمتار. السفينة عريضة في المنتصف، وهي مصممة لحمل البضائع، ووسط الأمواج الهائجة ترتفع وتنخفض وتتقلب كحوض قديم، وتندفع العواصف المفاجئة المستمرة من دون سابق إنذار. واجهنا عاصفة تلو الأخرى ورياحا قوية لا تتوقف. بالأمس واجهنا رياحا قوية جدا وصلت سرعتها إلى 37 عقدة. يقوم الطاقم برفع وخفض الشراع مرات عدة في اليوم، وهي ليست في المهمة السهلة فوق سطح خشبي زلق. يجب أن يمتلك المرء جسدا قويا خاصة في مثل هذا الطقس حتى يتمكن من خفض الشراع. ازدادت الأمطار والرياح سوءا على مر الأيام الثلاثة التالية. وانجرفت السفينة جوهرة نحو الشرق، ولكنها تحرز تقدما سريعا. أجل، وصلنا إلى سرعة 8.6 عقدة بوجود شراع واحد مرفوع. ثم يصل خبر سيء إلى توم فوزمر من مدير الميناء في سريلانكا. وصلت رسالة من القبطان روهيت عن تشكل إعصار حلزوني في خليج البنغال. توجهت فورا إلى الكمبيوتر وحذرتهم من الأمر. هناك عاصفة استوائية سريعة التشكل تتجه نحو مسار السفينة جوهرة. أقرب يابسة تبعد حوالي 400 كيلومتر، لذا ليس أمام القبطان صالح سوى المتابعة. وتواصل سرعة الرياح في الازدياد. رقم قياسي جديد، وصلنا إلى سرعة 10 عقد. في ظل الظروف الصعبة يكون الطبخ مستحيلاً، لذا لم يتناول الطاقم المتعب طعاماً ساخناً منذ أيام. شريحة من البصل، طماطم على الخبز، هذا هو عشاؤنا الليلة. لم نتناول شيئاً مميزاً منذ الصباح. وسرعان ما يضرب طرف الإعصار الحلزوني ليلى سفينتهم بعد عشائهم. أصبحت الرياح أقوى وأخذت تحمل الأمواج إلى أعلى، ضاربة السفينة الخشبية الصغيرة، فيما ازدادت سرعة العاصفة لتصل إلى 40 ثم إلى 45 عقدة. يواجه صالح خياراً، إن ترك الشراع المنفرد مرفوعاً فهو يخاطر بكسر الصاري. ولكن إن قام بخفضه فإن سفينة قد تتأرجح على كلا الجانبين في العاصفة وتنقلب. إنها تتقلب وفقاً للأمواج والريح، وهذا خطير جداً. يضع صالح ثقته في الصاري الجديد ويبقي الشراع مرفوعاً، ويقرر أن يسبق الريح التي تهب الآن بقوة 52 عقدة، أي ما يقارب 100 كيلومتر في الساعة. هذه المرة يؤتي رهانه ثماره. أحتاج إلى أن أجف قليلاً، أنا مبتل تماماً حتى وأنا أرتدي هذا. الجميع يشعرون بالسعادة لرؤية الصباح. ولكن لم تنجو السفينة من دون أضرار، فمنسوب المياه في المركب آخذ في الارتفاع. يزحف عضو الطاقم أليساندرو جيدوني إلى داخل السفينة ليكتشف السبب، ويكتشف أمرا مقلقا، فالحياكة التي على امتداد الهيكل
تسرب الماء. حيث أرخى الطقس العنيف الحياكة التي تمسك ألواح الهيكل معا. بسبب البحر الهائج فإن السفينة تتقلب بتثاقل، وكما تعلمون الهيكل مرن، وهذا يعني أنه من الممكن أن نجد بعض الفراغات في بعض الأجزاء نتيجة الضغط الذي يعاني منه المركب. هذا يزيد من الأعمال التي تنتظر الطاقم، حيث يتناوبون على ضخ آلاف اللترات من الماء لتبقى الأمور آمنة. الآن وفي ظل الرياح الخفيفة تصبح المحافظة على السرعة أصعب. في رحلات كهذه كان التجار العرب يقفون لتحقيق ثروة، وكان إبقاء القارب يتحرك أمرا ضروريا. وفرت الظروف فرصة لاختبار التكنولوجيا القديمة، الأشرعة المحاكة من سعف النخيل. قد تكون الأشرعة المصنوعة من سعف النخيل أكثر فعالية من تلك المصنوعة من القماش. من الواضح أن هذا غير صحيح. تبدو جيدة حتى الآن، ولكنها لا تساعدنا على التقدم كثيرا. بصراحة أنها لا تشكل أي فرق في السرعة. قلنا من قبل أن سرعتنا كانت بمقدار عقدتين أو عقدتين ونصف، وما زالت السرعة على ما هي عليه. ولكن تزول الرياح الخفيفة سريعا. مضى 14 يوما على مغادرة السفينة ميناء جول، وقد اجتمعت الغيوم السوداء في السماء مجددا. نحن نتوقع أن تضربنا عاصفة رعدية، ويبدو أنه سيصاحبها المطر كذلك، وكما ترون برق قوي جدا كذلك. الجميع يستعدون بارتداء سترات النجاة والمواد المقاومة للماء. صانع السفينة بوشباداس ألماسري يقوم بالمراقبة عند مقدمة السفينة. عندما تضرب العاصفة ستكون قصيرة ولكن عنيفة. يأمر القبطان صالح بإنزال الشراع الرئيسي. انكسر أحد الأوتاد الخشبية التي تزن 100 كيلوغرام، وأصيب رجل. أصيب بوشباداس في رأسه، سأهبط إلى الأسفل. نجا بوشباداس من الموت ببضعة سنتيمترات. جلس بوشباداس قبل تحطم الوتد بفارق ثانية فقط. لحسن الحظ فقد أصابه اللوح في مؤخرة رأسه. كان من الممكن أن تكون الأمور أكثر خطورة لو لم يجلس. وبأعجوبة يعود إلى الوقوف على قدميه في اليوم التالي. أشعر بألم شديد وانتفاخ ككرة الكريكت. أنا محظوظ للغاية. ولدى ظهور ساحل ماليزيا ينتهي صراع السفينة جوهرة لعبور خليج بنغال. ولكن الطاقم يدرك أن هذا الوقت غير مناسب للاسترخاء. بعد توقف مدته 3 أسابيع في بينانغ، تعاود السفينة مواصلة الرحلة، وتعبر جوهرة مسقط العلامة البحرية التي تدل على انتهاء القناة في المرحلة الأخيرة من رحلتها إلى سنغافورة. يواجه الطاقم الآن خطراً مختلفاً تماماً عن عواصف المحيط الهندي. حسناً يا رفاق، السلام عليكم. يحث القبطان صالح الطاقم على توخي الحذر. هذه أهم مرحلة من الرحلة لوجود كثير من الملاحة ومراكب الصيد، لذا وللمحافظة على سلامة السفينة جوهرة أرجوكم تابعوا المراقبة قدر المستطاع، والنوم أثناء المراقبة ممنوع.
ستعبر سفينة جوهرة عبر ممر مالاكا المائي الضيق، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم. والسفينة الخشبية الصغيرة أكثر عرضة للاصطدام لأنها من دون محرك، خصوصاً في حالة هبوب رياح خفيفة. ويظهر الخطر جلياً على الفور، حيث تقترب سفينة قطر وزورق بخاري من السفينة جوهرة التي تتحرك ببطء. إنهما قريبان جداً، على بعد 2 أو 3 كيلومترات من السفينة، وهذا مخيف. يقوم مساعد القبطان خميس بتفقد الحامل بشكل متواصل لتحديد ما إذا كانت السفينتان تقتربان أم لا. ولكن لم ينتهي الخطر بعد، حيث تعبر قوارب الصيد وسفن النقل والحاملات الممر المائي بسرعة ذهابا وإيابا وبالكاد متجنبة السفينة جوهرة. تستخدم أكثر من 60,000 سفينة الممر في كل عام. وفي الليل ينبض الممر بالحياة وبالأنوار المتحركة. وبوجود الشاطئ على أحد الجوانب وخط النقل البحري على الآخر، لا يوجد مجال كبير للمناورة. الخط الدفاعي الأخير للسفينة جوهرة هو وميض ضوء مثبت على مقدمة السفينة. لم يسبق أن رأيت شيئا كهذا من قبل. حركة السفن، سفن القطر وقوارب الصيد الصغيرة في كل اتجاه، وأنا متأكد من أن هناك عددا كبيرا من الناس مرهقين ومتعبين ومستعدين للتوجه إلى مكان دافئ وجميل. فيما تقترب سفينة جوهرة من سنغافورة تصبح نقطة ضوء أخرى على أجهزة المراقبة والرادار. جوهرة مسقط، هذه سنغافورة، أتسمعون؟ حول. ثم تأتي الكلمات التي انتظر الطاقم 5 أشهر لسماعها. أهلا بكم في سنغافورة. لم يصل الوطن، ولكن أخيرا أصبحت السفينة جوهرة في أمان. مضت 5 أشهر تقريبا. إن شاء الله سنعود إلى عمان ونرتاح. هذه آخر مرة أبحر فيها، لأني أعرف أني لن أحظى بفرصة أخرى للإبحار في هذه السفينة. كان أمرا ساحرا. هذه آخر لحظات السفينة جوهرة في البحر. أمر رائع، لكنه مؤسف في الوقت ذاته، فكرة أن هذه آخر مرة تبحر فيها هذه السفينة. أجل. ستصبح السفينة قطعة العرض الرئيسية في معرض دائم للملاحة العربية في سنغافورة. بعد قطعها أكثر من 5,000 كيلومتر في المحيط، تدخل السفينة جوهرة مرفأ كابل. أنا شديد الفخر كوني قبطان هذه السفينة، وحمدا لله على وصولنا. احتاجت عاما لبنائها. السفينة الوحيدة من نوعها العائمة. إنها نصر لعلم الآثار. وأخيراً بإمكان الطاقم الاحتفال. يقبل رئيس سنغافورة هدية السلطان. والآن بإمكان القبطان والطاقم العودة إلى عائلاتهم.